لو الحكاية فيها إن فيتو. لا ما مش عارف اصلا انا بتكلم حضرتك بيا كل الذكي ارجوك عشان خاطري انا حقك عليا عشان خاطري انا عشان خاطري ايه ده وانت مبرر خلينا نركز في الموضوع عشان بس ايه ماشي الامر الثاني المبادره الامر الرابع من الاسباب اللي تعالى المبادره الى اصدار امر في